أنا اسمي إيهاب، طبعا بعتز وبفتخر أني أنا متطوع ودائما بسعى لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. في البداية بدي أسألكم سؤال، كم حدا فيكم هون متطوع أو تطوع بحياته؟ تقريبا في عدد منيح. تمام، دائما بيجيني سؤال، السؤال اللي بينسأل لإلي، ليش أنت إيهاب تتطوع طالما تطوع مسألة اختيارية؟ ليش أنت عم تخصص وقت وجهد ومال عشان تتطوع وبالنهاية ممكن ما يكون في نتيجة مستقبلية؟ هذا السؤال بنسأله دائما، وكثير يعني حتى كمان بنسأله من أصدقائي وعائلتي، حتى كمان ممكن نسأله من الناس هم نفسهم عم بيشتغلوا. يعني هذا الشيء بدنا نحكي بشكل عام، بيعطيني يعني استفسارات كثير، انه ليش انا بتطوع ودائما بفكر انا ليش انا كإيهاب عم بتطوع وعم فعليا عم بخدم هذا المجتمع. انا عم بخدم بس انا كإيهاب ايش راح استفيد؟ انا احكي لكم تجربتي بالتطوع بلشت سنة 2016، تخرجت من الجامعة. اغلبكم ان شاء الله اغلبكم طلاب السنة الرابعة وراح تتخرجوا، واللي ما راح يتخرج اكيد راح يتخرج، راح تبلشوا تدوروا على فرص عمل. انا نفس الشيء تخرجت وبلشت ادور على فرص عمل، فبلشت ادور على الشركات انه يا جماعة انا بدي ادخل كمتدرب، بدي اشتغل بالنهاية عادي راضي باي راتب، حتى ما بدي راتب بس مقابل اني اتعلم واكسب خبرة. اغلب الشركات كانوا رافضين انه انا كتخصص علم حاسوب انهم يبدوا معي او يبلشوا يعلموني بشكل عام البرمجة، كان بدهم حدا جاهز عشان مباشرة يطلعوا فلوس، ما بدهم حدا يضيعوا وقت وجهد ويقعدوا يعلموه ويستنوا عادك انه ممكن انه يترك الشركة وما يستفيدوا منه اشي. فبلشت اسأل حالي، طيب انا اذا ما راح لاقي فرصة تدريب كيف راح اشتغل؟ كيف راح اجيب خبرة؟ اهم اشي عشان اشتغل الخبرة، اغلبكم بيعرف هذا الشيء، فكيف انا ممكن احصل خبرة؟ فبلشت يعني حسب ضلي قاعد بالبيت، بلشت كمتطوع. بداياتي كانت بسنة 2016 مختبرات الابتكار. في لي صديق لي حكى لي إيهاب انت بتحب الاردوينو، كان مشروع تخرجي جهاز بطعم الحيوانات الأليفة، انت بتحب القطع، في مختبرات بإربد وفي اطفال بدهم يشاركوا مسابقة عالمية، ايش رايك تدربهم على الريبوت وتدربهم على الاردوينو بحيث انهم هم يعني يستفيدوا منك، وانت هيك انت يعني بتدخل كمتطوع وبتستفيد. فقال لي يعني ممكن تاخذ لك خمس ليرات انه بدل المواصلات. قلت له انا مش همني، اهم شيء اني ابلش فعليا اتعلم. فبلشت كمدرب. فبلشت لما اعطي التدريب، يعني اكيد ما كنت بروفيشنال، كان لسه بدي كثير مهارات، كيف انا ادرب الاطفال، كيف يعني كيف لازم اعد ماده تدريبيه. فكانت اول تجربه لي، مش هالتجربه يعني نحكي الممتازه، كانت تجربه جيده نوعا ما، بس متى حسيتها انها ممتازه؟ الفريق اللي دربته نافس على مستوى الاردن ونافس على مستوى الشرق الاوسط وفاز على مستوى العالمي. هذا الشيء كثير خلاني انبسط انه انا فعليا تركت اثر مجتمعي، فعليا انا فتت ناس ما كنت متوقع اني ممكن اني افيدهم. هذا الشيء اللي حفزني واللي شجعني اني اتطوع اكثر مع مؤسسات. طوعت مع اليو اس ايد، طوعت مع اكشن ايد، طوعت مع كايرون، طوعت مع يعني مع كثير مؤتمرات وكثير جمعيات. يعني صراحه ما بقدر يعني ممكن اني احصيها، بس صراحه انا فخور وكنت كثير سعيد ومبسوط. اول تجربه لإلي بلشت انه فعليا استفيد من التطوع، وبلشت احصل مثلا ثمار التطوع مثل ما بيحكوا. ضليت سنه كامله بتطوع، عم بحط من تكاليف الخاصه، اخذ يعني ادبر حال اشتغل اي شيء مقابل اني احط تكاليف المواصلات، اروح على المراكز اتطوع، ما كان حدا يعطيني شيء، كنت راضي بهذا الشيء. بتعرفوا ليش؟ لانه فعليا كنت احس بالسعاده اني فعليا عم بترك اثر، وكنت مآمن وكان عندي امل اني راح احصل فرصه، وان الشيء اللي بعمله انا تطوع هو بحد ذاته خبره. فاغلب الطلاب الجامعه بيفكروا انه التطوع انه بس انا اروح يعني ازرع شجره، او اني اروح ازور كبار السن، او اني احافظ على البيئه، او اروح يعني ادهن الشارع. ممكن هم هيك 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 نظر المجتمع لنظره التطوع، بس ولكن التطوع اكبر من هيك. يعني التطوع اللي عم بيعملوه هلا حاليا الموجودين تيدكس روبا الله يعطيك العافيه، الشيء اللي عم بيعملوه هذا بحد ذاته تطوع، عم بياثر فيكم، ايش ممكن يستفيدوا؟ هذا السؤال اللي دائما بينسالني. اول فرصه لي كانت لما كنت انا عم بتطوع مع كايرون، اجى شخص حكى لي هاب انت شو بتشتغل؟ قلت له انا بشتغل متطوع. قال لي يعني شو بتسوي بحياتك؟ قلت له انا عملت 1 2 3 4. قال لي والله كثير ممتاز، لكن احنا بندور على شخص عنده هاي المهارات اللي انت اصلا تطوعت واكتسبتها من خلال التطوع عشان يشتغل معنا مساعد مشروع في منطقه اربد كامل، مسؤول عن 5 برامج. قلت له يعني صراحه انا متطوع، هذا الشيء بده خبره سنتين. قال لي لا انت بتقدر.
فحكى لي تقدم على المقابله. فعليا عملت سي في وقدمت على المقابله، واخر شيء ضلينا ثلاث شخص خبرته سنتين وشخص يعني خبرته سنه بس، ولكن انه يعني بدنا نحكي بشكل عام مارق او مشتغل مع مؤسسه، يعني خبرته سنه موثقه من المؤسسه، انا خبرتي تطوع سنه كامله. فتم اختياري عن هذول الشخصين، فيومتها كنت كثير مبسوط، كانت اول فرصه لي اني اشتغل واتحمل مسؤوليه لمده 8 اشهر واكون مسؤول عن 5 برامج. بعد ما خلصت خلصت شغل وخلص عقدي، رجعت كمتطوع، كملت كمتطوع، وبعد هيك حصلت على فرصه جدا كبيره، حصلت كمشرف شؤون تدريبات مع مؤسسه اسمها كايرون للتعليم العالي. هذا الشيء ذاته يعني دائما بيعطيني طاقه ايجابيه، انه فعليا التطوع هو فرصه انه نحن نحصل على وظيفه، نحصل على دخل. بالتطوع يا جماعه تعلمت كثير مهارات، من ضمن هاي المهارات كيف انا اعمل مونتاج للفيديو، كيف انا اعمل لوجو، كيف انا اعمل بوستر، كيف اصمم اشياء، كثير اشياء انا تعلمتها، كيف انسق لمشاريع، كيف انسق مثلا لمؤتمر. هاي الاشياء صارت تجيب لي شغل، صار حدا يعرفني، انت ايهاب بتصور عند بتعرف تعمل تصميم، تعال بنياك تشتغل، صار اجوا يعرفوني، صار يقولوا تعال خذ مقابل دخل مادي. فانا صار حاليا كمان بشتغل كفريلانسر، بطلع دخلي من بعض الاشياء غير الشغل الثاني، يعني اي حدا بده تصميم. فانا صرت اشتغل هاي المؤسسات وصرت اطلع دخل لعلي، فهذا الشيء كثير يعني اسعدني، وابسط انه انا فعليا صرت احس انه فعليا الشيء اللي كنت عم بعمله للمجتمع كان ببلاش صار يعود علي بنتائج كثير كثير ممتازه. الاغلب بيسال انه كيف انا ممكن ابلش اتطوع، يعني هل داعي انه انا يكون في عندي دعم مادي ابلش اتطوع؟ انا كثير بتجيني هاي الاسئله، والسؤال اللي بيحكي انت دائما اذا بدك تتطوع فيك تتطوع بالخبره اللي انت تمتلكها، فيك تتطوع بالموارد اللي موجوده حاليا. انا لما بلشت اسست مبادره تبتكر جوال احكي لكم عنها اكثر، كنت بحاجه لدعم مادي، كنت بحاجه انه حدا يوفر لي قاعه، حدا يوفر لي سبيس، كان في كثير تحديات انه يا جماعه مين ممكن يوفر لي هاي القطعه، مين ممكن يبلش يوفر لي مكان اقدر انا استقطب به طلاب الجامعه اللي هم انتم وابلش ادربهم. لانه انا صراحه خرجت عن فكره انه انا اضلي متطوع مع المؤسسات، كان في شويه تحديات، اذا انا كان عندي وقت فراغ وحابب اني اتطوع كان يحكوا لي لا ممكن القاعه تكون محجوزه، ممكن او الفئه اللي بيستهدفوها ما كانت يعني بدنا نحكي بتناسب الفئه اللي انا بدي اياها او الناس اللي انا حابب اوصلهم، فكان دائما هناك معيقات. فحكيت ليش ما انا من تجربتي من لقائي مع كثير شباب مثلكم دائما عندهم افكار ودائما عندهم اشياء حابين يغيروا المجتمع، بس ولكن دائما هناك بتكون فجوه، الفجوه هاي بتمنحهم انهم يطبقوا فكرتهم. دائما هاي الفجوه بتكون معرفه بالتكنولوجيا. طب انا عشان اقدر اعمل بيت ذكي او مزرعه ذكيه او اي شيء له علاقه بالروبوتات، انا صراحه بتطلب مني خبره برمجيه، انا بتطلب مني عقل ستيف جوبز، انا بتطلب مني اعرف بهندسه الالكترونيات، وهذا الشيء بحتاج كثير ساعات. فبالتالي هاي الفجوه لما تجيهم هاي الفكره وتشوفوا هاي الفجوه خلص بتموت الفكره، والاف والاف ومئات الافكار قاعده عم بتموت بسبب انه شباب انهم بيعتقدوا انه هذا الشيء صعب يتعلموه. بالعكس اي حدا بيقدر يتعلم، اي حدا بيقدر يسوي شيء، يعني ممكن يسوي افكار او تكنولوجيا جدا ضخمه بساعات جدا قليله، بس الفكره يا جماعه انه نحن نستخدم ادوات او نتعلم بالطريقه الصح. فهون بلشت انا اطور ماده جديده، بلشت اطور طريقه معينه اصير انا ادرب بها الطلاب بكافه التخصصات، سواء كان عربي او تخصصات للاداب، اي تخصص ممكن انه يدخل هذا التدريب وبالنهايه يطلع مبتكر، يطلع يصير يبتكر اي فكره بتيجي لعنده، يبتكر ويخترع اشياء. فبلشت اسال حالي كيف ممكن انا اخلي طالب خلال 10 ساعات يطلع انه يقدر يركب او يعمل جهاز مثلا يتحسس مستوى المي بالخزان، يعرف يا سمح الله انا رايح للبيت قبل ما يفضل الخزان اعرف قديش مستوى المي موجود بالخزان، اعرف لما يصير 20% يصير نوتيفيكيشن على التليفون يحكي لي انه الخزان تبعك قرب يفضى، هل انت بدك تشغل الموتور؟ كيف تصير بشغل الموتور؟ بشفط من الاحتياط لرئيسي مي، وهيك انا بالتالي برجع من الشغل ما في داعي كل شوي اضلي اطلع على السطح 60 طابه مثل ما بيحكوا، وهذا كل شوي اشيك اذا المي موجوده ولا لا. او احد السيدات سوريات كان دخلها معتمد انها تزرع فطر، يعني هي بتزرع فطر وبتبيعه، بس لكن دائما كان عندها كثير مشاكل بالبيئه، الفطر بده بيئه مخصصه، بده رطوبه معينه، بده اضاءه معينه، فكانت هي صعب انها تضلها كل شوي تشيك وتشوف، لانها كان عندها مسؤوليه اولادها. فحكيت لي ايهاب انا كيف ممكن اعمل هذا الشيء بيكون انه بشكل اوتوماتيك، او بتعرف حدا ممكن يدير لي مزرعتي؟ قلت له ما في داعي، التكنولوجيا يا جماعه وجدت لخدمتنا،
تكنولوجيا لإلنا. قلت لها انت بكل بساطه فيك تعملي هذا الشيء. حكيت لي كيف؟ قلت لي كيف؟ تعالي احضر التدريب. خلال التدريب قدرت تعمل نظام بيقدر يقيس نسبه الرطوبه، وبناء على نسبه الرطوبه اذا كانت الرطوبه قليله يصير يشتغل بخاخ مي بشكل اوتوماتيك، بس تصير الرطوبه كويسه يطفي. اذا كانت نسبه الاضاءه مش كويسه بيتم فتح النوافذ بحيث انه تدخل نسبه اضاءه معينه، لانه الفطر له بيئه ومتطلبات خاصه. فهي ايش عملت؟ هي بكل بساطه اهتمت بعائلتها وقدرت تصنع هذا الابتكار اللي تبعها. وفي كثير شباب قدروا انهم يشاركوا بمسابقات ومؤسسات ولا كان بحياتهم انهم بيعتقدوا انهم هم ممكن يعملوا هذا الشيء، بسبب انه يعني طريقه التفكير تبعيتهم او بسبب النولج اللي هم تلقوها. فهذا الشيء اللي انا حاب اوصله، انه التطوع يا جماعه هو فرصه، فرصه لكم كلياتكم انكم انتم تبلشوا وتنطلقوا بمبادرات، وشرط هاي المبادرات تكون باقل موارد متاحه. ما تفكر انه انا بدي دعم جدا كبير عشان ابدا المبادره. الان انت عندك فكره، عندك معرفه حابب تنقلها وبتعتقد انها ممكن تاثر بحياه شخص، فيك الان تشوف اقرب قاعه وتجمع ناس وتبلش انت تشارك هاي المعرفه. في كثير اماكن فيك تتطوع، لان اغلب بيسال كيف انا فيني اتطوع، ما عم بلاقي حدا يطوعني، يلاقي حدا مثلا يساعدني اني اتطوع. هاي كثير اسئله بتجي دائما، بس يا جماعه عادي، روح على اي حدا، روح على اي مؤسسه، على اي جمعيه، على اي منظمه، او انت نفسك الان انت بالجامعه كطالب جامعه، روح على العميد احكي له انا بدي اعمل 1 2 3. انا متاكد ما راح يحكي لكم لا. صدقوني المعرفه اللي انتوا راح تكتسبوها جدا معرفه كبيره، لما انتوا تتعرفوا على ناس جديده وتحكوا لهم انتوا شو بتعملوا وشو بتسووا، هذا الشيء ممكن انه يساعد او يحسن فرصه انكم تلاقوا عمل وشغل. والاغلب للاسف عم بيشوف انه مثلا تطوع خلال شهر انا بدي اشوف نتيجه، تطوع ما بيجي بنتيجه شهر، ممكن التطوع يجي نتيجه سنه او سنتين او 3. فبالتالي بدك تكون صبور، وبالتالي اهم شيء اهم انه انا استفيد، اهم شيء انه اترك اثر مجتمعي، اهم شيء انا عم بحس بسعاده لما احط راسي وانام احس انه عن جد تركت شيء يسعد الشباب. فيعطيكم الف عافيه.